نختم جولتنا في عمرة الرأي والمقالات بزاوية فيما أرى للكاتب عادل الباز بأخرة اليوم التالي بعنوان الحكومة تشرب من نهر الجنون. يبتدر الباز زاويته قائلا في أسبوع واحد فجعنا بثلاث أخبار مر عليها الجميع مرور الكرام، إذ لم تعد تلك الأخبار تستوقف المسؤولين ولا أحد يبحث في جذورها جيدا لمعالجتها. ومضى يذكر تلك الأخبار ويقول الخبر الأول هو تزايد ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب، ويقول استشار الطب النفسي دكتور بلدقالة أي بيت سوداني فيه مدمن مخدرات. ويمضي الكاتب إلى الخبر الثاني والمتعلق بتزايد حالات الاضطراب النفسي في الأعمار بين 35 إلى 45 سنة وأسباب ذلك الظروف الاقتصادية التي تصيب الشباب بالإحباط والاكتئاب. بينما يتعلق الخبر الثالث بارتفاع معدلات التضخم الذي قفز من 18 إلى 40% خلال شهرين، أي زيادة الأسعار إلى الضعف. ويذهب الباز إلى أنه إذا كانت الأسعار تتصاعد بمعدلات جنونية في وقت تظل فيه الجامعات تدفع سنويا بآلاف العطالة إلى الشوارع وتتآكل فيه دخول الموظفين، وفي ذات الوقت تتضخم ثروات الفئات الطفيلية التي تتكاثر في الأعمال الهامشية وتتربح من تجارة الدولارات والمخدرات والسمسرة، فإن ذلك يدفع أو يترك الشعب يجن ويزيد في الجن. ويروي قصة أحدى الساحرات التي أودعت تعويذة ببئر يشرب منه أهالي القرية فجنت القرية كلها، فسأل أمير القرية عن سبب جنون أهالي قريته فأخبره أن ماء البئر هو السبب، فأمر أن يأتوا إليه بماء من ذات البئر، وقال لا يمكن لعاقل أن يحكم شعبا من المجانين. ويختم عادل الباز زاويته بأن المطلوب من الحكومة أن تشرب من نهر الجنون الذي صنعته حتى تستطيع أن تحكم شعبا من المجانين، ويقول وهيهات.